قصد محمد كلكم هون انه في الار دي اف كثير بتخدم اذا كان احنا عندنا ديفرنت ستراكشرز لنفس الداتا ديفرنت ستراكشرز لا تو ذا سيم داتا سيم داتا خزنها ديفرنت ستراكشرز لما بتعمل ماب عليهم بتعملهم كلهم على الار دي اف هيك كثير هي اسهل تطلع سهل على فكره السبب تذكروا كلمه ان RDF is the most primitive يعني اذا فرضت المسبحه شو يعني most primitive هي اكثر هي ابسط شيء ممكن تعمله تمثل الداتا فانت فرضت ستراكشر على ستراكشر very primitive ليش بدك تصير very primitive الكومبلكسيتي في الجرافس وين وين تيجي؟ الكويريز مش بس هو العمل للانتجريشن هذه في السبب الاساسي فيه للانتجريشن طيب فهاي عندنا اليوز كيس قلنا سوري البراكتيكال سيشن البراكتيكال سيشن عندنا نفس المثال السابق واحنا بدك انت نعمل ماب The university's relational data into RDF and integrate and fuse them. تقرأ هذا التفصيل لحالك اللي احنا بدنا اياه باختصار انه يعني بدك تاخذ بعد ما نصحكوا كالتالي كل واحد ياخذ من اربع زملاء يعني هو زائد ثلاثة ياخذ داتا تبعته RDF تبعته وشو يساوي؟ يعني خزنهم بتابل بخزنهم في اوراكل سيمانتك تكنولوجي ياخذهم على اول شيء على ستيجنج تابل ياخذهم ب اس بي او خزنهم كلهم ب اس بي او وبدي سيم از سيم از سيم از سيم از سيم از وبعدين نعمل كويري على الاربعه جرافز كجراف واحد عشان بس نشوف الانتجريشن وين وكيف صار تكون Thank you.